هل يمكن أن نتحول إلى منظومات الدفاع الجوي في إنتاجنا لو هذا خط آخر؟ لنحاول عندنا محاولات. زين، بعض التقنيات المتقدمة من الكاميرات المراقبة الحرارية عندنا موجودة. شنو موجودة؟ موجودة كاميرات حرارية ليلية نهارية، تجميع عراقي بحت، بس نستورد العدسات مالتها، الباقي كله احنا نشتغل. والعدسة مهمة، يعني سيجي واحد يقول لك هو يمشي العدسة. نعم يمشي العدسة. صناعة العدسة غير مجدية لأن غالية جدا، تطلع مكلفة. مكلفة أكثر من مكلفة استيرادها. أي الماس برودكشن موجود بالعالم، نقدر نستفاد من نجيب بس العدسات والباقي كله نسويه هنا. أجهزة اتصالات عندنا. هذا مقترح لو مشتغلين بيه انتم؟ لا مشتغلين، واللي يريد يشتري خليه يجي يتفضل، موجود عندنا يعني موجوده. هاي هم مؤسسات دوله اتصالات وشيء، هم كلها مؤسسات دوله. كل احنا نزود الدوله، احنا ما عندنا تعامل مع القطاع، يعني مع المواطن، احنا تعاملنا مع مؤسسات واجهزه الدوله الامنيه والعسكريه. لهذا لا يمكن ان نجد في يوم ما مثلا منشورا معينا عن انتاجكم و سعره وكلفته وآلياته. لا صعب، بس بالمعارض المختصة، يعني ما شي همك انت المنظور بيش، اهم شي انت لكن كمراقب تقدر تقارن بين اللي نصنعه احنا وليش يروحون يستوردون من خارج وعندنا. يلا هسه مسدس وطيارة شوية بها تعديلات، بعد ايش عندكم؟ كاميرات حرارية قلنا؟ كاميرات حرارية، كاميرات ليلية، كاميرات نهارية. أي. اجهزة اتصالات بينية. بطاريات لجميع أجهزة الاتصالات الموجودة بكل أنواعها، حتى اللي من غير يعني مستوردة. أي حتى نسوي بطاريات للمستورد، لأنه الجهاز يطول له فد 4-5 سنين، بس البطارية تطول لها سنة. زين، فليش نروح نستورد البطاريات؟ خلي احنا صنعنا لهم البطاريات. تقدرون تسوون منظومة اتصالات لكل العراق؟ يعني ممكن أن تستخدمها الداخلية أو الدفاع؟ عندنا بامتياز من موتوريلا، عندنا هم اسمه بابل، جهاز اتصال بابل، وهذا تم تصنيعه والتعاقد بس ما حد يشتري بعده. ايش قد صار له؟ صار له تقريبا شهرين كملنا، هسه في طور التسويق له، هاي فرصه خلينا نسوقه. احكي لنا شنو مواصفاته، لوين مداه، بطاريته ايش قد تطول؟ نفس مميزات موتوريلا بس عراقي، لانه بامتياز من شركه موتوريلا. ها، كل المواد العسكرية لازم بيها امتياز. زين، من شركة عالمية. بيش يستوردوه بيش تبيعه؟ بهاي يفيد هواية ناس هذا الاتصالات، مو شرط اللي يعني كلها عدة حمايات وكل هاي، لو هذا تقنياته أعلى من لا تقنياته أعلى وتفيد الناس، بس احنا من ما نقدر، قانوننا ما يسمح البيع المدني. البيع المدني لازم نسوي منتجات مدنيه ونبيع مدني، قانوننا يسمح، بس ما يسمح بيع المنتجات العسكريه للافراد. بس انت بعدك ما مسوي منتج مدني صح؟ لا بعدنا ما مسوي منتج. شو هاي الكاميرات الحراريه عسكريه؟ عسكريه، يعني تنشد على الحدود، تنشد على مديات، يعني مو كاميرات مثلا عمارات ومؤسسات ومناطق، مو هيك، مو بهالصيغه. ممكن عندنا صغار على البنايات والهذا، بس تصير كلش اكثر من اللازم، يعني على بعد طويل، وحراريه تلقط النمله بدها تمشي.